السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الرابعة من الكورس Digital Communication 1. وبهاي المحاضرة احنا راح ندرس الـ Differential Pulse Code Modulation والدلتا Modulation. Differential Pulse Code Modulation. احنا درسنا الـ Pulse Code Modulation وهنا حنضيف الدلتا Modulation بعد وياه. Differential Pulse Code Modulation هو الـ DPCM والدلتا Modulation الـ DM. وأكو أيضا بعد عندنا Adaptive Delta Modulation. وهسا نشوف أكو اسم ثاني إلى هذا الـ Adaptive Delta Modulation. Differential Pulse Code Modulation هو في الطريقة لتحويل الانالوج سيجنال الى ديجيتال. احنا راح نسوي كوانتايزيشن هالمرة، مو للسامبل نفسه وانما نسوي كوانتايزيشن للديفرنس بين المسج، عفوا السامبل، والتخمين مالته. شنو هذا الكلام معناته؟ هسه نشوفه. احنا عندنا بالبلس كود موديليشن بعض المساوئ، اللي هي مثلا sample the samples of a signal are highly correlated with each other. يعني اكو تشابه بالاوتبوت مال السامبل، كوانتايزد سامبل، كل سامبل راح نمثله بمجموعه من البتات، نشوف اكو تشابه بين السامبل الحالي والقبله، او السامبل الحالي واللي بعده، اكو تشابه كبير، فهذا معناته highly correlated with each other. The signal's value from the present sample to the next sample doesn't differ by a large amount. يعني الناتج اللي يطلع من السامبل الحالي ما يختلف هواي عن السامبل اللي بعده. هسه هم نشوف هذا الكلام. عندنا الـ adjacent samples، يعني السامبلات المتجاورة of the signal carry the same information with a small difference. نفس هذا الكلام بس بالعكس، يعني ما هو فرق اكو. احنا لما نسوي encoding للـ samples باستخدام الـ PCM، الناتج اكو عندنا يطلع هو يحتوي على بعض المعلومات المتشابهة، redundant، نقدر نعتبرها redundant هاي المتشابهة. شلون هذا الكلام نفهمه؟ هذا اللي هسه قلته شنو معناته؟ شوف هذا الرسم. بهذا الرسم مثلا خلي نشوف هذا السامبل. هذا السامبل احنا عندنا الاشارة هي x of nts، x of nts هذه x of nts، ال nts هذه هنا، شوف ال n لما تكون واحد، هنا ال n صفر، هنا ال n واحد فصير ts، هنا ال n اثنين صير 2 ts، 3 ts، وهكذا نمشي. بالسامبل الاول، بالسامبل الاول هاي هنا تكون هذا قيمتها 010، هذا من نسقطها تطلع 010. السامبل اللي بعده 2 تي اس، هذا شوف هو يقابله هذا 100. السامبل اللي بعده هو 101، وهكذا. شوف هذني السامبلات كل واحد قيمته انا كاتبها فوقها، فوق كل سامبل كاتب قيمتها. شوف هذا السامبل مثلا الاول ويا هذا السامبل الثاني، شو الفرق بيناتهم؟ شوف هنا صفر، هنا واحد، هنا واحد، هنا صفر، هنا صفر، هنا صفر. يعني الفرق بيناتهم شنو؟ مو هواي. الفرق هو بهذا البت وهذا البت. شوف هذا السامبل ويا هذا السامبل، الفرق اللي بيناتهم هسه اقل من الفرق اللي هنا. هذا هنا بيناتهم 2 بت، بينما هنا
الفرق بيناتهم هو بت واحد، هو هذا الأخير هنا صفر هنا صار واحد. ف 1 0 هي نفسها ال 1 0 بالبداية. شوف هذا السامبل وهذا السامبل 1 0 1 وهذا 1 1 0، ما هو الفرق؟ شوف هذا السامبل وهذا السامبل نفس الشيء، نفس الشيء 1 1 0 1 1 0. هذا السامبل ايضا هم 1 1 0. انا ليش هذني كلهن دادزهن؟ ليش دادزهن كلهن هذني؟ هذه مضيعه، مضيعه للباندويث اللي عندي. شوف هذا السامبل 1 1 0 وهذا السامبل 1 0 1، ايضا الفرق قليل. هذا السامبل وهذا السامبل 101 101، اثنيناتهم نفس المستوى. هذا السامبل وهذا السامبل نفس الحالة. شوف هذني ثلاثة صار نفس الشيء، هذني ثلاثة ويا هذا الأخير يكون عندي الفرق هو فقط بت واحد اللي هو الأخير، اللي هو الأخير. فهذا الكلام اللي احنا نقول اكو ريدندنت بالبتات، فهذا يكون مضيعة، ماكو داعي ان ادز المعلومات المتشابهه. فاقترح ابو الديفرنشال بلس كود موديليشن يقول انا ادز الفرق، ادز الفرق، فالفرق راح يكون صغير بين السامبل الاصلي والاكسبكتد مالته، يعني اللي نخمنه، اللي نخمنه احنا التخمين راح يكون قريب للاصلي، فلذلك الفرق يكون قليل. انا اللي حسوي له كوانتايزيشن هالمره مو السامبل هذا لو السامبل اللي بعده، لا الفرق اللي بيناتهم، فالفرق اللي بيناتهم يكون قليل، فلذلك العدد البتات اللي احتاجه حيكون اقل. نشوف هذا الكلام. هذا هنا مثلا هذا بلوك دايجرام للديفرنشال بلس كود موديليشن. اكو عندك السامبلد انبوت، هي انا هاي الاشاره اكس اوف ان تي اس، سامبلد انبوت اكس اوف ان تي اس، يعني معناته الاشاره الاصليه الانالوج سوينا لها سامبلينج بلس امبليتيود موديليشن فصارت بهذا الشكل اكس اوف ان تي اس. اخذ الاشاره هنا الاصليه، هسه بعدني انا ما عندي اي فيدباك، بعدني استوني اول سامبل دخلته فما عندي فيدباك، اخذها هي نفسها هنا راح يصير اسمها الفرق الايرور. اسوي كوانتايزيشن للسامبل هذا اللي اجاني، الاوتبوت هو هذا، اسوي له انكودنج اطلع ديفرنشال بلس كود موديليتد سيجنال. هسه قبل الانكودر اخذ هذا الاوتبوت مال الكوانتايزر، اخذه اضيفه قبل لا يصير عندي هنا هذا اوتبوت، يعني هذا هنا اخذه ادخله الى بريدكشن فلتر. بريدكشن فلتر هو معناته تكامل، اسوي تكامل، زين يابا اسوي تكامل، فاخذ الاوتبوت مال التكامل ارد ارجعه لهنا هذا السامبل اللي يجي بعده. هسه انا اخذت هذا هنا امشي، صار عندي x of n t s، انا عندي هنا x of n t s، بس هنا التخمينيه شوف عليها هاي الهات شفقه، هاي الهات x hat of n t s، هاي صارت تخمينيه. هسه اقارنها ويا الجايه اللي هو هذا هنا يعتبر هسه كومباريتر المقارن، فالفرق اللي بيناتهم هو هذا، هذا الفرق. شوف هسه الكوانتايزيشن المن راح يصير؟ مو للسامبل سيجنال، لا راح يصير للفرق بين السامبل الاصلي والتخميني مالته. فالفرق ارجع هنا لهذا الرسم، راح اسوي كوانتايزيشن هالمره مو لهاي السامبلات، لا للفرق بين هاي وهاي، هاي النقطه المدوره وهاي النقطه المدوره، الفرق اللي بيناتهن راح اسوي له كوانتايزيشن هالمره. فسويت كوانتايزيشن للفرق، هذا الاوتبوت مال الكوانتايزيشن صار عندي هسه كوانتايزد ايرور او كوانتايزد ديفرنس،
اخذه اسوي له انكودر. هنا الفرق هذا يكون صغير، يكون صغير، فعدد البتات اللي تمثله يكون اقل. ارد اخذه واسوي بريدكشن حتى اقارن ويا السامبل القادم. هذا هو البلوك دايجرام مال الديفرنشال بلس كود موديليشن. بشكل رياضي انا اخذت الايرور اللي هو من جاي من الاشاره الاصليه اللي جايتني البلس امبليتيود موديليشن مع التخمينيه مالتها، الفرق بين الاشاره البي اي ام والتخميني مالتها. هذا الفرق اللي هو هذا راح اسوي له كوانتايزيشن. اذا انا ما سويت كوانتايزيشن لهاي الاشاره ولا للتخمينيه مالتها، اخذت الفرق اللي بيناتهن وسويت له كوانتايزيشن. هذا المقدار يكون قليل، فلذلك عدد البتات اللي تمثله يكون اقل. ولذلك عدد البتات اللي يحتاجها في تمثيل الاشاره قل بشكل كبير. هذا هنا من البريدكشن فلتر اخذت رديت رجعت فيدباك هنا حتى اقلل اكثر الايرور جهد الامكان، الايرور يقل بين التخمينيه والاصليه جهد الامكان تكون قريبه لها، فاخذت من هنا رجعته وضفته. هذا الكلام اللي هسه بدا اقوله. اذا وي كان اوبزيرف that the quantized error signal is very small and can be encoded by using small number of bits. Thus, number of bits per sample are reduced in differential PCM. هذا الكلام اللي هسه أنا شرحته. يعني أنا قايل هنا ممكن نلاحظ أنه الquantization error signal EQ sub E sub Q of NTS هي صغيرة جدا ونقدر نمثلها بعدد بتات أقل، لذلك number of bits عدد البتات لكل sample قل بال DPCM. إن شاء الله هذا يكون واضح. شلون نسترجع الإشارة؟ Reconstruction of differential PCM signal. شو نسوي؟ ناخذ الإشارة ونسوي لها ديكودر. نسوي لها ديكودر يعني نحولها من، احنا حولناها إلى ديجيتال، هالمرة من ديجيتال إلى أنالوج، وأجي آخذ الأوتبوت هنا قبل، بعدني ما عندي فيدباك. من طلع الأوتبوت صار عندي هنا أوتبوت، آخذ نسخة من عنده وأجي أسوي له تكامل ريدكشن فلتر وأضيفه. هذا بريدكشن فلتر اسوي تكامل للاوتبوت، اخذ نسخه من عنده اسوي له تكامل واضيفه. هذا البريدكشن فلتر ايش يسوي؟ ده يطلع لي الفرق. الفرق قبل شويه احنا بال هنا كنا نطرحه، هسه هذا اللي طرحناه راح نرجعه هنا رجعناه. هذا هو الديفرنشال بي سي ام ريسيفر، ما بيفت شيء، مو معقد. السيجنال تو نويز ريشيو، يعني نقصد به سيجنال تو كوانتايزيشن نويز ريشيو، يعني انا عندي كوانتايزيشن ايرور، قلنا نختصرها بالاس ان ار سيجنال تو نويز ريشيو فقط، هو المين سكوير فاليو اوف سيجنال على المين سكوير فاليو اوف كوانتايزيشن نويز. المين سكوير فاليو، مين سكوير فاليو يعني فاريانس. الفاريانس هذا فد مصطلح احصائي بالستاتستكس اخذتوه. الفاريانس هذا الرمز مالته سيجما سكوير، معناته الفاريانس هو معدل الباور الاي سي، معدل الاي سي باور. هذا الفاريانس معناته يعني فيزيكالي بشغلنا هو معدل الاي سي باور. الفارينس سيجنال تو نويز ريشيو بهيجي حاله راح تكون الفارينس مال الاشاره
على الفارينس مال الكوانتايزر. السيجنال تو نويز ريشيو هسه سيجما سب اكس تربيع هذا الفارينس او الباور مال الاشاره على الباور ايرور، لان انا عندي ايرور قلنا احنا راح نسوي الايرور. هذا الكلام القبله هو للبي سي ام. هنا انا هسه عندي ايرور راح اقارن ويا الايرور، انا راح اسوي كوانتايزيشن للايرور. هسه قلنا نسوي كوانتايزيشن للايرور، فهنا عندي اني السيجنال ويا الايرور في الايرور ويا الكوانتايزيشن ايرور، واضح؟ صارت السيجنال تو نويز ريشيو هي جي بي في اس ان ار سب بي. الجي بي هي هذه هي البريدكشن جين مال الاشاره، بريدكشن جين. والسيجنال تو نويز ريشيو سب بي هي هذه، هي هذه هي البريدكشن ايرور تو كوانتايزيشن نويز ريشيو. من الثابت بهن؟ من الثابت بهن ومن المتغير؟ The prediction gain must be، يعني أنا حتى أخلي signal to noise ratio عالية، signal to noise ratio عالية حتى تفيدني، لأن أنا قلنا كل ما تكون signal to noise ratio عالية كل ما تكون أحسن، لأن أنا دا أقارن بسط ويا مقام. البسط لما يكون عالي معناته المقام، عفوا الناتج لما يكون عالي معناته البسط كبير مقارنة ويا المقام، وهو هذا اللي يفيدني، لان انا بالبسط عندي الاشاره الباور مال الاشاره، بينما المقام هو النويز. اذا سيجنال تو نويز ريشيو لازم تكون عاليه، فحتى تكون عاليه السيجنال تو نويز ريشيو ذا بريدكشن جين ماست بي اس هاي اس بوسيبل. يعني هذا الجين بريدكشن جين جي سب بي اللي هو هذا اول جزء لازم يكون عالي، هذا لازم يكون عالي. أنا الإشارة ثابتة عندي، إذا من الـ المفروض يتغير هو هذا الإيرور اللي أنا دا أطلعه. هذا من يجيني؟ شلون أقدر أخليه يكون قليل جدا؟ نرجع لهنا لهذا الرسم، هذا هنا هذا لازم يكون قليل جدا حتى تكون السيجنال تو نويز ريشيو عالية. هذا لما يكون قليل جدا أنا لازم جهد الإمكان هذا اللي أجيبه هنا يكون قريب لهذا، حتى الفرق يكون قليل جدا. إذا لازم يكون الإيرور قليل، هذا الفرق اللي قلنا على مود هذا المقدار الجي بي يزيد. هذه أمثلة عن المحاضرة السابقة، طبعا ما نحتاجها هنا. نتكلم عن الدلتا موديليشن، نتكلم حاليا عن الدلتا موديليشن. احنا شفنا البلس كود موديليشن يدز كل البتات، يدس كل البتات اللي تمثل البلس الواحد، السامبل الواحد. بهيج حالة السيجنالينج ريت اند ترانسميشن شانل باند ويدث ار كوايت لارج، يعني بالبي سي ام لانه كل البتات دائرتها، فيصير عندي البت ريت عالي والباند ويدث ايضا عالي، لانه الباند ويدث هو نصف البت ريت. حتى نحل هاي المشكلة راح نستخدم الدلتا موديليشن. بالدلتا موديليشن بالحقيقة هو يدز بت واحد لكل سامبل، بينما بالبلس كود موديليشن البلس الواحد انا امثله بعدة بتات. هنا البلس راح امثله ببت واحد، فشوف هنا راح يصير عندي فرق هواي بالبت ريت والباند ويث راح يقلن. The transmitter and receiver implementation كل السهل بالنسبة للدلتا موديليشن، وما يحتاج analog to digital converter دلتا موديليشن. شوف مثلا هذه هنا، هاي الإشارة الأصلية هي هاي solid line الـ continuous time هذه،
السامبلد هي هذه المدرجات، طبعا ستيب سايز هنا ثابت من بداية الإشارة إلى نهايتها. السامبلينج انترفال هذه هي بين وحدة وحدة، سامبلينج انترفال تي اس. فشوفوا هنا أنا الدرجة الستير كي ستيب سايز الستير نازلة عن الإشارة الأصلية، فأمثلها ببت واحد قيمته صفر. هنا الستير كيس هنا صاعدة عن الإشارة الأصلية، فرح أنطيها واحد. هنا أيضا هنا ستير كيس صاعدة عن الإشارة الأصلية، هم أنطيها واحد. هاي هنا إلى أن أوصل هذا المكان. شوف هنا هذه الستير كيس نازلة عن الإشارة الأصلية فأنطيها صفر. اللي بعدها ستير كيس صعدت فأنطيها واحد. هنا الستير كيس بدأت تنزل فأعطيها كلها صفارة. هنا شوف هذه هنا صفر، هنا واحد، هنا صفر، هنا واحد، هنا صفر. شوف يعني الدلتا موديليشن البلس الواحد دي يمثله ببت واحد، بت واحد. سنفتهم هذا الكلام. ال present sample السامبل الحالي فاليو يتقارن ويا previous sample، ونشوف whether اذا ال amplitude زادت او قلت. هذا هسه الكلام ذكرناه. ال input x of t تتقرب الى هاي ال step size بالدلتا موديليشن. الستيب سايز احنا قلناها كيبت فيكست. الديفرنس بتوين الفرق بين الانبوت سيجنال اكس اوف تي والستير كيس، هذا اللي انا هسه شوفت لكم اياه من شرحت هنا، قلت اقارن بين الاشاره والستير كيس. الفرق بيناتهم هذا هو اذا كان زياده انطي زائد دلتا، واذا نقصان انطي ناقص دلتا. الزائد دلتا يتمثل ببت 1 والناقص دلتا يتمثل ببت 0. بكلام اخر، عندما الستيب سايز از ريديوست، وين ذا ستيب از ريديوست يعني نزلت، انطي صفر، هذا اللي ادزه، ولما نزيد انطي واحد. اذا لكل سامبل انطي 1 باينري بت ارسل. الايرور بتوين السامبلد فاليو اوف اكس اوف تي يعني اكس اوف ان تي اس هذه واللاست يعني اخر وحده قربناها هذه البريدكتد، الفرق اللي بيناتهم هو هذا الفرق، هو هذا راح نشتغل عليه. زين خلي نشوف، شوف هذا البلوك دايجرام. هذا البلوك ده خلي اريد هذه تظهر كل هالكتابة حتى نشرح عليها ايضا. هذه ظاهرة هسه كلها. هذا الدلتا موديليشن ترانسميتر. بهذا الرسم سامبلد انبوت اكس اوف ان تي اس، هاي البلس امبليتود موديليتد، سوينا لها سامبلينج صارت بلس امبليتود موديليتد. الاشاره الاصليه اكس اوف تي صارت اكس اوف ان تي اس. اخذتها ما عندي هسه اني فيدباك بعد نهايه هسه اول دخول. 1 بت كوانتايزر اخذ مثلا اعتبرها هي ريفرنس مثلا تكون عاليه فانطيها بت 1 طلع اوتبوت. هذا الاوتبوت اخذه هسه اخذ نسخه من عنده نفسها، النسخة اللي طلعت برا اخذها هنا هسه واخرها بمقدار تي اس. ليش اخرها؟ حتى اقارنها ويا اللي تجيني اللي بعد اللي هسه طلعتها اللي بعدها ال طلع الناتج مالتها. اوكي اقارنها وياها هسه، اقارنها وياها اخذ الايرور. في حالة
نفسها قلنا أنطي واحد في حالة، يعني أقصد الـ X of NTS هذه أكبر أو تساوي هذه أنطي باينري 1. إذا صارت أصغر أو تساوي هذه، إذا عفوا أصغر صارت أنطي باينري 0. هسه احنا قارنا وطلعنا الناتج. انا عندي هذا هنا اللي اخرته سابقا، هسه راح اضيفه ويا اللي حيجيني هسه الجديد. هذه العمليه حتقلل لي الايرور بعد هواي. هذا كليته نسميه اكوميليتر. اكوميليتر هذا هو يجمع هذا الفرق وهذا اللي هنا، يجمعهن ويخليهن. بس هذا راح يسوي لي مشكلة، هذا هسه نشوف بعدين. بالرسيفر اخذ الانبوت اللي هو هذا، اخذه ادخله هنا، اسوي لو باس فلتر، اطلع الاوتبوت. قبل لا اسوي لو باس فلتر هسه اخذ نسخة، اسوي لها ديلي واضيفه هنا، أنا اطرحها هنا، أنا اضيفه الفرق واجمع وسوي لو باس فلتر، وهكذا تستمر الإشارة. هذا هو الدلتا موديليشن. على هذا الأساس شوف هنا شو يصير عندي. عفوا أنا نسيت أشرح هذا الكلام. هذه U of N ناقص 1 TS هي هاي الإكسبكتد. هاي الإكسبكتد. هذه هي عنها. اللي سويت لها ديلي ارجعها هنا وارجعها اقارنها وياها. Let us define a quantity B of NTS. B of NTS اللي هي هاي هذه is in such a way that B of NTS هي الدلتا في signum الايرور. اخذ الاشارة هل هي positive لو negative واضربها بالدلتا. اذا طلعت لي بوزيتيف دلتا انطي باينري 1، واذا طلعت لي نيجاتيف دلتا انطي باينري 0. هذا هو الكلام. شنو المشكله اللي تصير عندي؟ شوف هذا هنا الرسم، هذا الرسم عندي هاي الاشاره الاصليه، هاي الكونتينوس اشاره اصليه، هذه الإشارة الأصلية X of T قبل لا أسوي لها sampling. هسه هنا أنا سويت لها staircase approximation. أوكي، هذا الارتفاع هو step size. ثابت قلنا من بداية الإشارة إلى نهايتها. المسافة منا إلى هنا هي TS. sampling interval. اوكي، او sampling period. هذا الخط المتقطع، هو اللي نسميه الريكفرد اللي استرجعتها. ايش راح يصير؟ شوف اذا قارن الريكفرد ويا الاصليه فرق هواي. هذا كله هذا فرق ايرور، فقدته، صار عندي مشكلة. مو الإشارة الأصلية إجتني، وشوف هنا أيضا، شوف هنا مثلا هاي هنا أنا عندي هاي هي ال قلناها الابروكسيميشن اللي أنا دا أتوقعها. هي شنو؟ هي هاي المتقطعة، بينما الأصلية شنو؟ هو هذا الخط المستقيم هذا. اذا صار عندي هذا هنا هم ايرور، المفروض يجيني خط مستقيم، شوف قامت تتراوح بين الخط فوق جوا الخط المستقيم وفوق الخط المستقيم، قامت تتراوح. هذا الفرق اللي هنا هذا نسميه granular noise او ايدل نويز، مو ايديال، لا ايدل، الخمول، نسميه granular او ايدل نويز. بينما هذا النويز اللي هنا
نسميه slope overload distortion. هو هذا slope overload distortion. Slope overload, the rate of rise of input signal x of t, يعني سرعة صعود الإشارة الأصلية كلش كبير مقارنة ويا الستيب سايز. هاي الستيب سايز، فالستيب سايز ما تلحق عليه لأن هذا دا يصعد بسرعة عالية جدا وهذا ما يلحق يوصل له. بينما وصل للقمة الستيركيس المدرج هو يكون الإشارة باع وين شقد مضت عبرتها، فما لحقت تجي هنا لأن هذا دا يمشي سريع جدا مقارنة ويا هذا. فهذا يولد لي slope overload distortion. slope overload distortion. بينما هذا اللي هنا، هذا اللي هنا نسميه الجرانيولار او الايدل نويز، يحدث لما يكون الستيب سايز تو لارج، كلش عالي مقارنة ويا تغير بسيط. بينما شوف احنا لو نقول تغير بسيط بالحقيقة يجوز ماكو تغير، خط مستمر مثل هذا المثال اللي عندي، او يجوز تغير كلش بسيط ما اقدر اميزه هنا أنا. زين، فهذا اللي يولد لي الجرانيولار نويز او الايدل نويز، يعني الستيب سايز يكون عالي جدا مقارنة ويا تغير بسيط جدا، فهذا اللي يسوي لي الايدل نويز. يعني الحل لهاي المشكلة شنو؟ لازم انا اكو عندي هذا الستيب سايز هنا يصير كلش كبير حتى يلحق على التغير اللي دا يصير هنا، بينما هنا احتاج ستيب سايز كل الصغير حتى يقدر يكشف التغييرات البسيطة جدا اللي تصير هنا. فاذا هاي اهم مشكلتين بالدلتا موديليشن. هذا الكلام اللي بالمظلل انا هسه هذا شرحته. الدلتا موديليشن بتريت، هو البتريت احنا قلنا الار هو نمبر اوف بيتس ترانسميتد في كل ثانية، عدد البتات اللي دندزها بكل ثانية. بالنسبة للبلس كود موديليشن، عدد البتات هو احنا نقول عندنا مجموعة سامبولات بالثانية الواحدة، كل سامبول بيها مجموعة بتات، فيكون عدد السامبولات في عدد البتات. اوكي، عدد السامبولات بالثانية في عدد البتات بكل سامبول، هي أنا number of samples بالثانية في عدد البتات بكل سامبل. اوكي، بالنسبة للبلس كود موديليشن احنا number of samples بالثانية هو الاف سامبلينج اف اس، هذا هي انا ونمبر اوف بيتس بالسامبل الواحد هو في بيتس، يطلع في في اف اس. في هنا بالدلتا موديليشن هو بيت واحد، قلنا بيت واحد صار. اذا الار اللي هو قلنا نمبر اوف بيتس بالثانيه الواحده او البيت ريت راح يكون هو نفس السامبلنج فريكونسي. ليش؟ لان احنا بالدلتا موديليشن قلنا دندز بيت واحد لكل سامبل، عدد السامبلات بالثانية الواحدة عندي هو اف اس سامبلنج فريكونسي، كل سامبل هو واحد بت، اذا يطلع اف اس. اذا الار بالدلتا موديليشن هو اف اس بت بير سكند. تلاحظ هنا عدد البتات قل هواي، يعني اذا احنا نقول بالدلتا بالبلس كود موديليشن اكو عندي n بيتس، يعني بالمحاضرة السابقة مسميها v، هنا انا سميتها n، اعتمدت على الكتاب اللي عندكم. فلما يكون عندي n عدد من البتات لكل سامبل، شوف هنا أنا بالدلتا موديليشن قل بمقدار n. اوكي، اذا بهيج حاله
الشانل باندويث هو R على 2 قل بهواي مقارنة ويا البلس كود موديليشن. حتى البتريت قل بهواي. الماكسيموم اوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو بالدلتا موديليشن هو هذا القانون 3 على 3 باي تربيع اف مسج تربيع في اف ام. اف ام اقصد به الكات اوف فريكوانسي مال اللو باس فلتر. كات اوف فريكوانسي مال اللو باس فلتر والتي اس هي سامبلنج انترفال. اوكي هذا اكو الى اثبات القانون. شوفه بالمثال 8-3 بالكتاب اللي عندكم. اني ما حاطه المثال هنا بهاي المحاضره ليش؟ حتى تروح تقرا الكتاب انت بنفسك حتى تتعلم تقرا بالكتاب. لان انا قايل لكم اكثر من مره المحاضرات ما تسووا مهندسين. ايش كم ورقه هذه ما تسووا مهندسين. روح اقرا بكتاب لان هواي معلومات راح تشوف بالكتاب. خلينا نشوف هذا المثال الاول. عندنا ساين ويف. ساين ويف ترددها اف ام اف مسج. الامبليتيود مالتها اي ام. خليناها بدلتا موديليتر. ستيب سايز مال الدلتا موديليتر هي دلتا فولت. شوف لنا السلوب اوفرلود ديستورشن. سلوب اوفرلود ديستورشن هذا اللي هسه شوفناه اللي حكينا عليه. هذا سلوب اوفرلود ديستورشن. شوف لنا انه هذا السلوب اوفرلود ديستورشن ما يحدث عفوا سوف يحدث والاوكر اذا الاي ام تردد مال المسج عفوا الامبليتيود مال المسج اكبر من دلتا على 2 باي اف ام تي اس. اوكي التي اس هي قلنا السامبلنج بيريود. هذا الحل فشي بسيط جدا يعني انت لا تخاف من المنطوق هذا. انا عندي هاي المسج اكس اوف تي اي ام ساين 2 باي اف ام تي. السلوب مال اكس اوف تي يكون ماكسيموم عندما x of t عندما deviation مال x of t عالي. الماكسيموم سلوب مال دلتا موديليتر ماكسيموم سلوب هو step size على sampling period دلتا على ts. دلتا على ts مين اجى هذا الكلام؟ مين اجى هذا الكلام؟ هسه ارجع اشوف لكم اياه. باي نرجع لهذا الرسم. شنو بالاكس اكسس تي اس هذا التايم تي اس. بالواي اكسس دلتا ستيب سايز. اخذ مربع واحد خلي اكبر الشاشه شويه. شوف اقدر اكبرها بصابعي. اي تكبر. اوكي اخذ هذا المربع هاي ستيب سايز. الارتفاع هو دلتا والاكس اكسس هذا الهوريزونتال الافقي هو تي اس. السلوب هو شنو؟ هو الظل او التان التانجنت التان عفوا التان التان هي المشتقه. التان هي المشتقه مو صحيح. السلوب هو المشتقه عند التان. المقابل على المجاور. المقابل على المجاور يعني دلتا هذا المقابل على المجاور تي اس. هلا رجعها الحجم فت ودث. نعم اوكي هذا هو دلتا على تي اس. السلوب مال الدلتا موديليتر هو دلتا على تي اس. السلوب اوفرلود ديستورشن يحدث اذا كان السلوب مال الساين ويف اكبر. شلون يعني؟ ارجع للرسم خلي هذا الرسم. انا عندي هذا الافقي يكون هو تي اس. العمود يكون دلتا. هذا الرسم خلي نشوف. هاي دلتا هاي هنا تي اس. زين فالسلوب
قلنا هو يكون دلتا على تي اس الميلان مالته، الميلان مال الدلتا موديليتر هذا اللي هو هذا الخط، صار هذا الميلان مالته. اوكي، يصير عندي اوفرلوب ديستورشن، هذا هاي المشكله تحدث لما يكون السلوب مال هاي الاشاره الاصليه، شوف الميلان مالتها عالي جدا مقارنه ويا الميلان هذا، مقارنه ويا الميلان هذا يكون الميلان مال هذه عالي جدا. هذا هو الكلام السر دا اقوله بالمثال. قلنا we know that the slope overload distortion يصير عندما يكون السلوب مال الساين ويف اعلى من السلوب مال الدلتا موديليتر. واضح؟ يعني طبعا السلوب قلنا احنا هو المشتقة، مشتقة ماكسيمم سلوب مال الساين ويف زين يكون اكبر من الدلتا على تي اس. اذا هاي المعادله هي من الرسم جبتها، من الرسم. ف دي باي دي تي اكس اوف تي حتى يطلع لي السلوب اخذ الماكسيمم مالته اكبر من الدلتا على تي اس، اكبر من السلوب مال الموديليتر. زين اسوي المشتقه هسه انا مال اكس اوف تي هذه، اخذ المشتقه مالتها تطلع هذه اي ام 2 باي اف ام، يعني مشتقه الداخل في كوساين، الماكسيمم مال الكوساين ايش قد؟ واحد ماكسيمم مال الكوساين حتى اشيل هاي الماكس، فيصير اي ام 2 باي اف ام هي عنها اكبر من الدلتا على تي اس هي عنها وسطين وطرفين، طلع الاي ام واحد واجيب هذا اللي هنا دلتا على 2 باي اف ام تي اس. هذا اللي هو ناطيني اياه، يقول لي اثبت هذا الكلام. اثبتناه بكل بساطه، ما بيفيد مشكله، اثبتناه. نشوف هذا المثال، هذا المثال انا وقفت الفيديو ورجعت هسه فشوفوا احنا هذا هسه خلينا اخر شيء، نرجع هنا المثال الثاني. يقول دلتا موديليتر سيستم از ديزايند تو اوبريت ات، شوف هنا تو اوبريت ات 5 تايمز ذا نايكوست ريت. شنو يعني نايكوست ريت؟ نايكوست ريت معناته خلي اكتبه، شوف اقدر اكتب هنا بالقلم ان شاء الله اقدر، وانا البنسل كومنت هذا البنسل الاف سامبلينج يكون اكبر او يساوي 2 اف ماكس. قلنا هذا القانون، هذا القانون هو قانون السامبلينج ثيرم، يكون اف سامبلينج نسميه نايكوست ريت او نايكوست فريكوانسي في حالة هذه الاكبر او يساوي اشيلها اخلي بدالها مساواة، يعني راح يصير الاف سامبلينج يساوي 2 اف ماكس. بهيج حالة صار الاف سامبلينج هو النايكوست فريكوانسي او يسمون نايكوست ريت. خلي امسحها او خليها ماكو داعي نمسحها لهذه، نرجع على المؤشر مالتنا ونكمل. هسه يقول a delta modulator system is designed to operate، يعني هذا الدلتا موديليتر يشتغل sampling frequency مالته هو خمس اضعاف هذا، خمس اضعاف هذا 5 times the Nyquist rate. هذا النايكوست ريت هو 2 اف اف ماكس، اوكي ماكسيمم تردد التردد بالمسج. زين for a signal having a bandwidth equal to 3 kHz bandwidth calculate، احسب the maximum amplitude of a 2 kHz input sinusoid for which the delta modulator doesn't have slope overload.
given that the quantizing step size is 250, شنو يقول بهذا السؤال؟ يقول أنا عندي دلتا موديليتر السامبلنج فريكونسي مالته هو 5 أضعاف النايكوست ريت having a bandwidth equal to 3 كيلو هيرتز احسب ماكسيمم امبليتيود يقول انا عندي اريد ادخل لهذا الموديليتر فد مسج سيجنال ساينسويدال ساين ترددها 2 كيلو هيرتز واريد اعرف ايش وقت ما يصير عندي اوفرلود ديستورشن لما يكون الامبليتيود مال هذه المسج مال الساين شقد بحيث ما يصير عندي اوفرلود ديستورشن علما انه الستيب سايز مال الدلتا موديليتر هذا هو ربع فولت 250 ملي فولت يقول ايضا اشتق المعادله اللي تستخدمها المعادله اشتقاقها فد شيء بسيط جدا احنا بالمثال السابق اشتقينا هذه يقول هذا اشتقينا يصير عندي overload distortion إذا كانت الامبليتيود مال المسج أكبر من هذا المقدار إذا حتى ما يصير عندي overload distortion لازم يكون الـ AM أصغر الامبليتيود مال المسج أصغر هالمرة أو يساوي حتى ما يصير عندي overload distortion إذا هذه الإشارة مال الأكبر تصير هذه زين the maximum frequency in the signal المسج هي 3 كيلو هيرتز اوكي نايكوست ريت 2 اف مسج 2 في 3 6 كيلو هيرتز هذا النايكوست ريت هذا اللي هسه حسبناه زين سامبلنج فريكونسي هو 5 اضعاف النايكوست ريت النايكوست ريت طلعناه 6 في 5 30 كيلو هيرتز اذا السامبلنج انترفال التي اس هي انها 1 على اف اس يطلع هذا المقدار ستيب سايز انا نعطيها ربع من فولت زين عيني هسه احنا عندنا الاف ام نعوضها هسه بهذا القانون نعوض هاي الارقام يطلع الناتج يقول الامبليتيود مال الساين لازم اصغر او يساوي 0.6 فولت حتى ما يصير عندي اوفرلود ديستورشن واضح هذه امثله ايضا محلولة خلي نشوف هذا المثال خلي نشوفه ما اريد اعبره لان اكو بيه ملاحظة مهمة خلي نشوفه بهذا المثال يقول اكو عندي sinusoidal voice signal x of t هاي المسج كوساين 6000 باي تي اريد ندزها باستخدام PCM او DM pulse code modulation او delta modulation sampling rate مال الـ PCM system هو 8 كيلو هيرتز زين and for the transmission with delta modulation الـ step size الدلتا هي 31.25 ملي فولت ما نريد يصير عندنا overload distortion the slope overload distortion is to be avoided ما نريده نفرض انه عدد الليفلات مال الكوانتايزر مال البي سي ام هو 64 ليفل يعني الكيو تتذكرها كيو يساوي 2 اس ان او في احسب السيجنالينج ريت للسيستمين الدي ام والبي سي ام احنا نعرف السيجنالينج ريت مال البي سي ام هو ار يساوي عدد البتات في السامبلنج فريكونسي واحنا عندنا الكيو معلومه هي 64 يساوي 2 اس في طلعنا عدد البتات الفي 6 نخليها هنا 6 في سامبلنج فريكونسي يطلع عندي 48 كيلو هرتز هو السيجنالينج ريت مال البلس كود موديليشن خلينا نحسب السيجنالينج ريت مال الدلتا موديليشن حتى ما يصير عندنا اوفرلود ديستورشن نستخدم قلنا هذا القانون اي اصغر او يساوي دلتا على 2 باي اف مسج في تي اس اوميجا مسج او اي اصغر او يساوي دلتا في اف سامبل على 2 باي اف مسج اف سامبل صارت بالبسط ليش؟
لأنه هي مقلوب الاف التي اس سامبلنج فريكوانسي. خلي نحسب السامبلنج فريكوانسي، احنا عندنا هذه وسطين طرفين، طلعنا السامبلنج فريكوانسي من هنا يطلع عندي 603.18 كيلو هيرتز. اذا السامبلنج فريكوانسي هو نفسه البيت ريت مال الدلتا موديليشن، مو صحيح؟ احنا قلنا نفسه لان عدد البتات يكون واحد، فاف اس فيه واحد فيبقى نفسه. الملاحظة هنا شنو؟ To transmit the same voice signal بالدلتا موديليشن needs a very large signaling rate as that of PCM. يعني هنا انا راح ادز 603.18 كيلو هيرتز، بينما البت ريت هنا بالدلتا موديليشن هو 48 كيلو هيرتز. شوف بالدلتا موديليشن 603 بينما هنا 48. نشوف الفرق. بالدلتا موديليشن البت ريت اكبر او يساوي من 603 كيلو بت بير سكند، بينما بالبلس كود موديليشن احتاج 48 كيلو بت بير سكند. هذا صلحوه، طبعا هذا صلحوه، هذا انا ماخذه كوبي بيست من الكتاب اللي عندكم، كاتب هنا كيلو هيرتز، هذا لازم بلس بير سكند، هذا هم هنا بلس بير سكند، عفوا بت بير سكند، هنا بت بير سكند وهنا بت بير سكند. فاذا انا حتى ارسل نفس الاشاره بالدلتا موديليشن، شوف البت ريت يكون كلش عالي مقارنة ويا البت ريت مال البلس كود موديليشن. ولذلك الدلتا موديليشن ام براكتيكال، مو عملي. الدلتا موديليشن مو عملي هذا السيستم. هذا ايضا مثال اخر باستخدام السيجنال تو نويز ريشيو، حل مالته بسيط، نعطيك كل الارقام انت بس تعوضها وتطلع الناتج، مو فد شيء. هاي هواي هم نعطيك يعني امثله، هذا ايضا نفس الكلام، يقارن بين السيجنال تو نويز ريشيو مال الدلتا موديليشن والبلس كود موديليشن. اللي قبل لا نعبره خلينا نشوف for the same sign 8.5، هذا 8.5 عندي determine the output signal to noise ratio of a linear delta modulation system for a 2 kHz sinusoidal input signal. يعني المسج مال الساين 2 kHz، sampling frequency مال الدلتا موديليتر هو 64 kHz، slope overload distortion is not present، ما عندي slope overload، and post reconstruction filter اللي يعني low pass filter هو 4 kHz. هاي signal to noise ratio مالته، هذا القانون نطيناه، اعوض الارقام راح يطلع عندي signal to noise ratio 27.94 decibel. اتذكر هذا الرقم 27.94 decibel. يقول نفس هاي الإشارة أريد أدزها بالبلس كود موديليشن، هنا دزيناها بالدلتا موديليشن، هنا يريد أدزها بالبلس كود موديليشن. زين بالبلس كود موديليشن احنا هذا القانون مال الساينسويدال 1.8 زائد 6 في ان، ان هنا نقصد بها في عدد البتات، هنا بالمثال قايلها الفي هي 8 او الان 8، ف 6 في 8 48 زائد 1.8 يطلع 49.8 ديسيبل بالبي سي ام. فهنا بالدلتا موديليشن طلعت عندي 27.9، هنا طلعت عندي 49.8، فرق هواي، فرق هواي. signal to noise ratio of delta modulation system is 27.94 dB which is too poor. كلش قليلة مقارنة ويا هاي ال 49. يعني for all simplicity of DM it cannot perform as well as an 8-bit PCM. يعني رغم كل التسهيلات اللي قدمها الدلتا موديليشن ما يقدر يؤدي نفس الأغراض اللي يؤديها البلس كود موديليشن. لذلك الدلتا موديليشن ما يستخدم
عمليا يستخدمون البلس كود موديليشن. دلتا سيجما موديليشن، ذا دلتا سيجما موديليتر او دي اس موديليتر، هو نفس الادابتيف دلتا موديليشن موديليتر. وهسه راح نشوف ادابتيف دلتا موديليشن، نشوف اسمه منين راح يجي. احنا عندنا الكوانتايزر انبوت ان ذا كونفنشنال دلتا موديليتر can be considered as an approximation to the derivative of the input message signal. شنو معنات هذا الكلام؟ شنو معناته؟ هذا الكلام لو نرجع للرسم مال الدلتا موديليتر، خلينا نشوف هذا الرسم هنا، نكبر الشاشة شوية. هذا الرسم انا عندي هنا بالانبوت، هذا الانبوت من هنا، هو هذا الانبوت من هنا هو السامبلد سيجنال، اقارنها ويا الاكسبكتد مالتها. هذا التكامل احنا قلنا البريدكشن فلتر اللي قلنا عليه تكامل لو باس فلتر، هاي البريدكتد اقارنها ويا هاي السامبلد. فالفرق هنا هو شنو؟ يعني قلنا هذا اللي هنا الاوتبوت هو الفرق بين هذا وهذا. الفرق بالتعريف مال المشتقة، تعريف المشتقة هو الفرق، معدل التغير، معدل الفرق. اذا ترجع للتعريف مال المشتقة الاصلي اذا تتذكره زين، هو الفرق على بوحدة الزمن زين. فاذا أنا اللي دا أنطيه هنا للكوانتايزر هو الفرق، هذا الإيرر، الإيرر هذا هو قلنا الفرق، هذا معناته مشتقة، معناته مشتقة. فأني هذا الإيرر دائما دا أراكمه، أزيد التراكم هنا دا تزيد الإيرر هواي دائما، لذلك يصير عندي الأوفرلود ديستورشن والأيدل نويز. خلي نرجع الشاشة للأصل مالتها هوم فيت ويدث، نرجع هنا لهذا الكلام مالتنا. هذا الكلام اللي هسه أنا شرحته، قلنا the quantizer input in the conventional delta modulator can be considered as an approximation to the derivative of the input message signal. هاي نقطة. Hence the noise results in an accumulated error. يعني أنا دائما دا أراكم الإيرر بالديموديليتد سيجنال. This is the drawback of the conventional delta modulator. هي هاي المشكلة الرئيسية بالدلتا موديليتر. هذا الدروباك ممكن نحله باستخدام الدلتا سيجما موديليتر، يعني الموديفيكيشن اللي حنستخدمه. بالدلتا سيجما موديليتر الانبوت ساين، يعني الاشارة مال المسج، is passed through an integrator before applying it to the delta modulator circuit. هسه نشوف هذا الكلام، هسه هنا انت ما تفهمه، يعني اقصد خلينا نروح لهذا الرسم. يقول هنا أنا المسج اسوي لها تكامل قبل لا ادخلها للكومبارتر، اسوي لها تكامل. شنو الفائده مال هذا التكامل؟ شنو الفائده؟ اللو فريكونسي كومبوننتس ان ذا انبوت سيجنال ار بوستد، يعني الترددات الناصيه قويتها، ري امفسايزد. الكورليشن يعني التشابه between the adjacent samples، يعني السامبلات المتجاورة بالدلتا موديليتر، the correlation between the adjacent samples of delta modulator is increased، زيادت التشابه. من زيادت التشابه معناته الفرق بين سامبل وآخر يقل، وهذا راح يحسن لي الأوفرال performance، الأداء بشكل كامل للسيستم. هذا شنو هذا هسه؟ هذا طبعا هنا هذا البلس موديليتر، هذا الهارد ليميتر، هو هذا طبعا التنفيذ للادابتيف دلتا
عفوا الدلتا سيجما موديليتر، البلس موديليتر المسج هنا او هذا الفرق اللي قلنا راح يجينا هنا نسوي له هارد ليميتر. الهارد ليميتر يعني يسوي له اما زائد او ناقص، يعني مقارن هذا الشكل مالته. الإشارة إذا فوق الصفر يعطيها موجب، جوا الصفر يعطيها سالب حتى تأخذ الإشارة، يعني أقصد ال 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 مو الإشارة أقصد بها السيجنال، لا أقصد الإشارة اللي الساين السيجنال سيجنال فانكشن. أوكي، فهارد ليميتر وادخلها الى برودكت موديليتر، هذا البلس جنريتر يكون التردد مالته اعلى من السامبلنج فريكوانسي، واخذ الاوتبوت اوديه لل اول بريدكشن فلتر او التكامل الثاني هنا مسميه انا بالرسم، يجي يدخل هنا هاي الاشاره الاصليه اكس اوف تي، سويت لها تكامل واجي ادخلها حتى اقلل الخطا زين يابا. بعدين يطلع الاوتبوت هذا estimation of message signal، هذا الكلام هسه اللي يعني ذكرته فوق، هذا راح يصير عندي الادابتيف دلتا موديليشن. نشوف هسه شلون راح يصير اسمه ادابتيف دلتا موديليشن اللي هو دلتا سيجما موديليتر. هذه هنا شوف الستيب سايز بسبب هذا التكامل اللي خليناه بالبداية، الستيب سايز قام يصير متغير. شوف هنا اشقد الارتفاع الدلتا، وشوف هنا الدلتا اشقد، شوف هنا اشقد، شوف هنا اشقد، صار فرق. من يوصل لمرحلة تغير بسيط جدا الستيب سايز قام يقل جدا، حتى الجرانيولر ايرور او الايدل نويز يقل. وهذا هنا ايضا سلوب اوفرلود ديستورشن اختفى عندي هسه، اختفى. هذا هو اللي هسه نفذناه. احنا عندك بالرسيفر نفس الحاله، الانبوت يجينا اخذ نسخه من عنده، اسوي لوجيك فور ستيب سايز كنترول، الستيب سايز هذا اتحكم بها هسه واضربها بالانبوت اللي جاي. اكوميليتر هسه يجمع لي هاي الإشارة اللي جاية، أفرض أول إشارة جاية ما عندي هسه فيدباك، أسوي لها لو باس آخذها، آخذ هسه نسخة من هذا الأوتبوت أرجع أسوي له ديلي وأضيفه، قبل كنت أطرح هسه أضيف الفرق فيطلع الأوتبوت. إذن to improve عفوا to overcome the quantization error بسبب السلوب اوفرلود اند جرانولار نويز، الستيب سايز صارت متغيره ادابتيف، نوبه يسويها عاليه نوبه يسويها ناصيه حسب الحاجه، فلذلك صار اسمها ادابتيف. خصوصا بالصعود مثلا يصير ستيب سايز كلش عالي، النزول السريع يصير ستيب سايز ايضا كلش عالي. وقلنا ايضا بالجرانولار نويز او الايدل نويز في حاله الخمول التغير البسيط كلش varying slowly ستيب سايز تقوم تقل. هذا الرسم هنا هذا ستيب سايز قامت تقل، ولذلك صار اسمه الدلتا سيجما موديليتر هو ادابتيف دلتا موديليشن. هاي المحاسن اللي حصلتها بالادابتيف دلتا موديليشن، signal to noise ratio تحسنت لانه نسبة الخطأ قلت. احنا عندنا الباور مال الاشارة ثابتة، بس اللي اقدر اغيره هو الايرور، احاول جهد الامكان اقلل الايرور، من قللت الايرور زادت signal to noise ratio. اذا هاي اول نقطة، because of the variable step size dynamic range مال adaptive delta modulation هسه صار اوسع مقارنة ويا الدلتا موديليشن، يعني تنطي اشارة عالية ناصية يستقبلها. وايضا utilization of bandwidth صار افضل من الدلتا موديليشن العادية. هاي هنا احنا عندنا مقارنة، هاي المقارنة احنا
كل هذا الكلام احنا شرحناه بالمحاضرات السابقة، البلس كود موديليشن والدلتا موديليشن، ادابتيف دلتا موديليشن والديفرنشال بلس كود موديليشن. نمبر اوف بيتس بالبلس كود موديليشن هذا حسب التصميم مالتنا، بالدلتا موديليشن هو 1 بت، هذا ايضا 1 بت، ات يوزز اونلي 1 بت فور 1 سامبل مثل الدلتا موديليشن. Differential pulse code modulation bits can be more than one bit but less than PCM، يعني هي ممكن تكون أكثر من بيت واحد بس أقل من PCM، لأن هذا differential. Levels and step size بالPCM number of levels يعتمد على عدد number of bits، على عدد البتات، والستيب سايز يكون ثابت. بالدلتا موديليشن ستيب سايز يكون ثابت وما يتغير، عدد البتات هو 1 بت لكل سامبل. بالادابتيف دلتا موديليشن وفقا للتغير مال الاشاره الستيب سايز يقوم يتغير. بالديفرنشال بلس كود موديليشن فيكس نمبر اوف ليفلز ار يوزد، عدد الليفلات ثابته. Quantization error and distortion بالPCM quantization error يعتمد على number of levels، بالdelta modulation slope overload distortion هذني يصيران عندي slope overload والgranular noise يصيران عندي إنه step size ثابتة. Adaptive delta modulation quantization noise is present but other errors are absent، يعني الكوانتايزيشن نويز يعني قللته بس النويز اللي صار عندي بسبب الدلتا موديليشن مال اوفرلود والايدل راح. ديفرنشال بلس كود موديليشن سلوب اوفرلود ديستورشن اند كوانتايزيشن نويز از بريزنت، يصير عندي هاي المشكله سلوب اوفرلود ديستورشن اللي شفته بالدلتا موديليشن. ترانسميشن باندويث بالبلس كود موديليشن شفنا فد ليفل معين بس بالدلتا موديليشن قل، هواي قل مقارنة ويا البلس كود موديليشن، عدد البتات قل. ادابتف دلتا موديليشن ايضا قل. ديفرنشال بلس كود موديليشن يحتاج اقل من البلس كود موديليشن. فيدباك there is no feedback in transmitter او receiver بالبلس كود موديليشن، بالدلتا موديليشن اكو عندي فيدباك بالترانسميتر. ادابتيف دلتا موديليشن اكو عندي فيدباك. ديفرنشال بلس كود موديليشن ايضا اكو عندي فيدباك. التعقيد مال التنفيذ كومبلكسيتي اوف امبلمنتيشن سيستم از كومبلكس بالبي سي ام، دلتا موديليشن بسيط، ادابتيف دلتا موديليشن بسيط، ديفرنشال بلس كود موديليشن ايضا يكون بسيط. هذه هنا عندنا أمثلة محلولة إضافية تقدر تشوف الكتاب، عود إيدك عليها، عود إيدك عليها وإن شاء الله أنا أكون يعني وياكم أي شيء تحتاجون. هذه short questions with answers، وإلى هنا تنتهي المحاضرة، وأنا أتمنى تكونون استفاديتوا من هاي المحاضرة. اكتبوا لي أسئلتكم استفساراتكم، موجود اني وياكم بالجوجل كلاس روم، وايضا موجود وياكم على التليجرام اللي بيني وبينكم، وهذا هو ايميلي، اي شيء تحتاجون ممكن تكتبوا لي هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.